وهو في التشهد الأخير والإمام في التشهد الأخير هل يقضيها أربعة أم لا؟ نعم، إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد الأخير يوم الجمعة فقد فاتته الجمعة، فيدخل مع الإمام ويصلي ظهرا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإن مفهوم هذا أن من أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركا للصلاة. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، لأنه أدركها. وإذا كان السؤال الذي في قلبك الآن أن هذا الرجل صلى أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد الأخير وصلى ركعتين، فقل له يجب عليه الآن أن يعيدها ظهرا أربعة. نعم.